Sriel Ksiksi. I am a peer facilitator with Young Mediterranean Voices. I joined YMV 2 years ago when it was Young Arab Voices. I participated in regional and national debate competitions. Thanks to the YMV, the YAV, and the debate community, I became a better public speaker. It made me enhance my soft skills, my policy making, my emotional intelligence. And now with YMV, it's time to debate to action. I started debating 1 year ago. I first attended the debate club in my faculty because I wanted to shape my public speaking skills because I was struggling with that. And step by step, I improved quickly, and it even enabled me to be more skilled in other aspects of my life, like my studies, and I even won some pitching challenges thanks to the debating skills that I acquired during the YMV sessions. And it was a great experience. I made lots of interesting friends and people who are aware of the issues that we have to deal with in our everyday life and in our society, and I'm really glad with it. عاصمة نسي الكل. اسمي إيميل حمراني، متناظرة من المسابقة الوطنية للمناظرات اللي تعملت عام 2016-2017. بديت مع صوت الشباب العربي، وتوا أنا متناظرة مع صوت الشباب المتوسط. المناظرة هي اكسبيريونس مزيانة برشا، تنجم تفيد الشباب الكل. باغمي لي زوبجيكتيف بيان سور نتاع المناظرة انك تتعلم كيفاش تحكي، تتعلم تعبر، تتعلم تقبل الرأي المخالف وتدافع بوتيتر عليه حتى إذا كان أنت مش ياسر مقتنع به. يعني المناظرة هي تقنية تحلك مخك على العديد من الآراء وتخليك تقبل الاختلاف مع الآخر. دونك انا نشجع الشباب الكل في اللي عندهم اكسيسيبيليتي للمناظره انهم يدخلوا في لي تشالنج هما، على خاطر بالرسمي يعاونوا ياسر في بناء الشخصيه ويعاونوا في تكوين قائد وشاب فاعل في المجتمع نتاعو. برنامج صوت شباب متوسط هو برنامج إقليمي يسعى إلى ترسيخ ثقافة التناظر في المنطقة من خلال التدريب على تقنيات المناظرة وتقنيات التواصل. هذا البرنامج اليوم هو في مرحلته الثانية بعد إتمام المرحلة الأولى، نسعى من خلاله إلى مزيد الوصول إلى الشباب التونسي حتى نرسخ ثقافة التناظر، وحتى يقوم أكثر عدد من الشباب بالانخراط ضمن مجتمع التناظر في تونس. هذه الدورة هي فرصة لمزيد تطوير ثقافة التناظر، لمزيد التعرف على تقنيات التيسير وتقنيات التدريب، حتى نتمكن من تطوير تقنياتنا التي نستعملها خلال التدريبات.